وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، تابعنا أجواء مبهرة في مهرجان الدراما بالعالمين الجديدة، ضعني في صورة ردود الأفعال المختلفة وماذا عن الأيام المتبقية لفعاليات المهرجان؟ اهلا وسهلا بك هبه وبكل الساده المشاهدين، نرحب بكم مجددا من مدينه السحر والجمال من مدينه العالمين الجديده. ردود فعل واسعه ومرحبه الحقيقه بوجود مهرجان القاهره للدراما في نسخته الثانيه هنا في مدينه العالمين الجديده وسط الاجواء المبهجه وحاله الطقس الجميله وايضا حاله الفخر والانبهار بمساله وجود عدد يعني كبير من الابراج او حتى المباني المختلفه التي تميز مدينه العالمين الجديدة ووجود المهرجان أيضا وسط الشواطئ الجميلة الخاصة بمدينة العالمين. وعندما تحدثنا مع عدد كبير من الفنانين عبروا عن مدى سعادتهم بوجود المهرجان في مدينة العالمين وأيضا التنظيم الرائع الذي كان موجودا بالأمس وتكريم عدد كبير من رواد الدراما المختلفين وأيضا توزيع الجوائز على الممثلين وأفضل ممثل، ولعل كان هناك تصويت للجمهور، هذا هو كان المميز أيضا في هذه النسخة. هناك عدد كبير من الجوائز التي يعني كرم بها عدد من رواد الفن والدراما، منها مسلسل جعفر العمدة أيضا حصل على أفضل مسلسل في اختيار الجمهور، بالإضافة إلى اختيار الفنانة منى زكي أفضل ممثلة عن مسلسل تحت الوصاية. كانت هناك ردود فعل واسعة وكان هناك حفل فني خاص بالفنان تامر حسني كبير للغاية في ليلة أمس، بالإضافة إلى الحفلات الأخرى التي كانت في مسرح العالمين أرينا الخاصة بالفنان محمود الليسي ومحمد عدوية ومسلم، بالإضافة إلى أيضا ستاند أب كوميدي علي أنديل والمطربة سمر طارق. لكن على الأيام المتبقية نتحدث إليكم الآن من الممشى السياحي، ولعل هناك من خلفي ترون فرقة الفنون الشعبية لمحافظة بورسعيد تبدأ الآن في الفقرات الفنية المختلفة للفنون الشعبية، وهذا ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. عدد كبير من الفقرات التي تقدم هنا على الممشى السياحي لهذه الفرق التراثية وفرق الفنون الشعبية، بالإضافة إلى أيضا على يساري منطقة العالمين أرينا التي ستستقبل حفل الرابر العالمي راس يعني اليوب. بالإضافة أيضا إلى على بعد أمتار من هنا نتشوق لرؤية العرض. محمود، اليوم إذا كان يتسنى لك أن تنقل لنا جزء من هذا العرض الجميل الذي يعني هذا العرض يقع المميز في خلف. الآن لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية تقوم ببعض العروض الشعبية الخاصة بهم في بورسعيد والتراث الخاص بهم، وهناك عدد أيضا من الجماهير المختلفة. نعم، أجواء مبهجة في العالم عالمين ومدينة العالمين الجديدة، نتابعها في هذه الصورة الحية الآن من فعاليات مهرجان العالمين.